ينضم إلينا للمزيد من المناقشة سيد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. سيادة العميد أرحب بك معنا في هذه الساعة. نانسي وفريق العمل الجمهور الكريم. إذن ما زلنا نتحدث هنا في هذه اللحظات عن ما يتكشف يوما تلو الآخر فيما يتعلق بدعم قطر للإرهاب، سواء كان عن طريق العتاد والأسلحة أو عن طريق الأموال. آخرها ما نتحدث أو ما كشفته قناة فوكس نيوز الأمريكية فيما يتعلق بدفع رشاوى إلى الاتحاد الأوروبي للتغطية على تمويل بعض الجهات الإرهابية. هي الدوحة عاصمة الرشوة والإرهاب، يعني لو حبينا نعرفها أكثر دولة في العالم اتهمت برشاوى وبدعم الإرهاب هي قطر. قطر كل علاقاتها التجارية والسياسية والاقتصادية بتتم بالرشوة، سواء الرشوة الصريحة أو الرشوة المقنعة، بتوصل للبرلمان الأوروبي عن طريق أعضائه بالتبرع من جمعيات خيرية تمولها قطر إلى الجمعيات اللي بيكون برأسها أعضاء في البرلمانات الأوروبية. فبالتالي احنا بنتكلم بالنسبه لنا على تاكيد لواقع نعلمه تماما. ما يتعلق بحزب الله، قطر لها الحريه في ان تبني علاقتها، لكن الفكره انها في الوقت اللي كانت بتدي سلاح لحزب الله كانت بتدي سلاح لفصائل تحارب في المعسكر الاخر، وده يعتبر من جرائم الحرب. قضيه الفديه اللي تمت في العراق 3 مليار، أكبر فدية في تاريخ البشرية. نعم. التحقيقات أثبتت أنها وصلت أموال منها لحزب الله وأموال منها لتنظيمات قاعدية وداعشية وتنظيمات شيعية سواء في العراق أو سوريا. يعني معنى كده أن قطر بتدعم لإشعال الصراعات. طيب. وليس تدعم طرف واحد، بتدعم جميع المتصارعين، يعني ليقوموا بجرائم حرب ضد البشرية وضد دول ذات سيادة زي سوريا أو العراق أو دول أخرى. نعم. طيب سيد سمير، إذا سمحت لي في هذا السؤال، يعني بعيدا عن التقارير التي صدرت، عندما نتحدث عن الاتحاد الأوروبي تحديدا كنا دائما ما نتساءل في أوقات ماضية لماذا لا يوجد أي رد فعل من الاتحاد الأوروبي سواء لقطر أو لتركيا فيما يتعلق بدعم الإرهاب. الآن بعد صدور هذا التقرير، هل ذلك له علاقة بعدم اتخاذ أي قرارات صارمة بحق تركيا أو قطر من قبل الاتحاد الأوروبي؟ بالفعل موضوع الرشوة ليه دور، لكن في دور تاني. لو رجعنا في التاريخ ما بعد 2011 كانت قطر وتركيا في معسكر واحد مع دول أوروبية وأمريكا في دعم الميليشيات في سوريا، الميليشيات التابعة لجبهة النصرة وأحرار الشام وجند الشام والجيش الفتح وجيش الإسلام اللي هو التنظيمات الإخوانية والسلفية الجهادية. فبالتالي هم كانوا في معسكر واحد، فبالتالي لما تواجههم باتهامات لقطر في دعم الإرهاب هم كانوا شركاء في ذلك وأمريكا معاهم. عشان كده في 2017 لما تم يعني اتخاذ مواقف من دول الرباعية في مواجهة قطر، طلع وزير خارجية وقال أمريكا تعلم أننا يعني إن كنا شاركنا فلم نشارك بأنفسنا فقط، كان معنا آخرين. هو يقصد الاتحاد الأوروبي، الدول المشتركة في كانت ضد النظام السوري، وهم اللي عملوا ما يطلق عليه بالمعارضة المسلحة. قطر وتركيا كانوا بيقوموا الدور، تركيا تدخل السلاح وقطر توصلوا للإرهابيين. فبالتالي الآن الديمقراطيات في أوروبا بدأت تتنبه عندما شعرت أن ما قامت به قطر وتركيا في الشرق الأوسط أصبح يرتد على أوروبا. وكأن الكل متورط سيد سمير، يعني دعني أتحدث معك في هذه النقطة. ربما أنا أشير هنا في تحليلي إلى المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وما قام هو بتحليله فيما يتعلق بالقرارات أو المعلومات التي بثتها قناة فوكس نيوز. يعني هو يشير إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر إلى أن دونالد ترامب متناقض في الموقف القطري، تارة يقول أنه يقوم بدعم الإرهابيين وبعد عام يقول أنه يقوم بمحاربة المتطرفين. أيضا بشكل من الأشكال أشار إلى ألمانيا وقال أنها لعبت دور للوساطة بين الحكومة القطرية وبين أيضا أحد العملاء الأمنيين الذي كشف دور قطر في دعم الإرهاب، وأشار أيضا إلى الاتحاد الأوروبي سيد سمير. إذن هل الكل فعلا متورط في مساعدة قطر، أو الكل ربما يعني دعني أقول يستهدف يستفيد من الدعم القطري للهرب في المرتقى؟ بالفعل هو الكل تورط بالفعل من تاريخ ما أطلق عليه الربيع العربي وما قبله قليلا ربما إلى الآن. الآن هناك دول
بدأت تتراجع، لكن هو ترامب في 2017 لما طلع التصريح صحيح. ان على قطر لها تاريخ في دعم الارهاب عليها ان تتوقف، كان في الوقت ده بيعبر عن نفسه، ما كانش لسه سيطر عليه الاجهزه الامنيه ودوائر صناعه القرار. لما سيطروا عليه وقالوا لا ده قطر بتعمل الارهاب لصالحنا احنا ولصالح مخططاتنا وبتضغط على جيرانها لصالحنا، وفي الاخير يعني دي يعني في هذه النقطه سيد سمير اذا سمحت لي حتى اكون يعني تحدثت عن كل الجوانب، انا القناه الامريكيه ارجعت تناقض التصريحين اللذين ادلى بهم ترامب الى الجهود الكبيره التي بذلها النظام القطري مع جماعات الضغط الامريكيه مدفوعه الاجر. بالفعل هو سيادتك اكدت اللي انا قلته. نعم. انا قلت ترامب من نفسه قبل ما يعني ما ياخد مواقف كان ده موقفه، لما دوائر صناعه القرار اللي متأثرة بقطر واللي بتاخد دعم من قطر وحتى في الأجهزة الأمنية هناك من يتلقى دعم حتى داخل السي اي اي من قطر، وفي مصالح في عمليات السي اي اي في العالم بتشارك فيها قطر، فيعني أقنعه ترامب أن عليك أن تتوقف عن مثل هكذا تصريحات. نعم. وأن قطر لها دور معنا، دور يعني زي ما في أجهزة مخابرات بيكون لديها مثلا حرامي خزن، ما كل جهاز مخابرات في قطر دي تمثل حرامي خزن مثلا يعني، أو هجام وسرقة بالإكراه او يعني من مثل كذا الاعمال الديرتي ووركس اللي بيسموها كذا يعني. نعم. الاعمال الغير شريفه، فبالتالي التناقض موجود، وربما موقف الرباعيه العربيه مصر والسعوديه والامارات والبحرين حرك العالم، حرك مواقف العالم وديمقراطيات في العالم، وفضح قطر الحقيقه. وما يحدث صحيح. هو بعض ردود الافعال، ان لما دول عربيه كبرى اكبر دول عربيه كلها الموقف من دوله من المفترض ان تكون شقيقه. نعم. هكذا يعني وضحت للعالم كله. طيب. ان يتنبه لهذه الدوله المجرمه. دعني اتحدث عن جانب اخر وهو جانب العمل الخيري سياده العميد، يعني ملف الوثائق طبقا للصحيفه شمل معلومات عن صفقه سلاح اشترتها شركه قطريه من اوروبا لصالح حزب الله، واموال جمعتها منظمتان قطريتان تعملان تحت غطاء العمل الخيري لصالح الميليشيات الارهابيه. سيد سمير، يعني في هذا السياق ربما نسترجع ايضا شركه سادات الخيريه التابعه لتركيا، اذا الكل يلعب على ذات المنوال. بالفعل، وخاصه ان حتى جماعه الاخوان الارهابيه مسجله في اوروبا انها جمعيه خيريه، نون جوفرنمنتال اورجانيزيشن، جمعيه عمل اهلي. فبالتالي هو الجمعيات الاهليه هي بلاتفورم، هي منصه سواء كان للحواضن سواء للاتصالات وداخل واختراق المجتمعات، بالاضافه لعمليه نقل وغسيل الاموال بتتم عن طريق الجمعيات القطريه اللي دائما. نعم. في شراكه ما بين تركيا والاخوان وقطر في الجمعيات، سواء كان في المقرات او في من يديروا تلك الجمعيات، مع جمعيات اوروبيه اخرى بتحمل اسماء اوروبيه وفيها اوروبيين بيعملوا بنفس الاجنده في مقابل اموال. وطبعا يعني هي قطر سخيه في الاموال، تركيا ربما يكون لديها كوادر متخصصه في الارهاب وفي اسقاط الدول، لكن من ينفق بسخاء هي قطر، وان احتاجت. نعم. تركيا اموال فبتحصل عليها من قطر، يعني هي خزينه الاموال اللي المال الاسود اللي بينشر الدم والدمار في العالم. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده العميد سمير راغب رئيس المؤسسه العربيه للدراسات الاستراتيجيه، كنت معي عبر الهاتف، شكرا لك.